صحيح. طيب اليوم هضرنا مع بعضياتنا على البقوله او الفوائد ديال البقوله، ولكن خصنا نعرفوا فيها مزايا كبيره بزاف، ان البقوله كتحتوي على المالفين، كتحتوي كذلك على املاح معدنيه مهمه، فاللي كيخلي منها واحد النبته سحريه كيخصها تدخل في التغذيه ديالنا. ففيها مضادات الاكسده، فيها مضادات اللي كتحمينا من السرطان وكتحمينا من الاكسجين السلبي، كتحسن لينا الدوره الدمويه، كتعاون في رفع الطاقه ديال الجسم ديالنا، يعني الجسم ديالنا كتولي فيه واحد الطاقه قويه باش كيمكن له انه يتحرك خلال اليوم. والبقوله اللي كذلك خصنا نسطروا عليه، ان بعض الناس ما خصهمش ياخذوا اللي هما الحوامل، الناس اللي كيكونوا كياخذوا الانسولين ما يخلطوش البقوله مع الانسولين، لانها كتهبط المستوى ديال السكر 5 ديال المرات قل من المستوى ديالو. والناس كذلك اللي كيكونوا كياخذوا مضادات الاكتئاب، فاذا خلطوا البقوله مع مضادات الاكتئاب كيمكن يفقدوا او تفقد هذه الادويه الفعاليه ديالها. كاين مساله اخرى، ان البقوله ما عندهاش مزايا فقط على الجسم ديالنا من الداخل في التغذيه، ولكن عندها مزايا اخرى اللي هي تجميليه. فكناخذوا 3 ديال العروشه ديال البقوله، كنقرطوهم مزيان طريفات صغار، كنزيدو عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون او زيت نوار الشمس، كنحطوه فوق العافيه حتى كطلع الغليه الدهنيه، كنخليوه 3 ايام. من بعد كنصفيو هذا الخليط هذا وكندهنوا به البشره ديالنا والرقبه، كنخليوه لمده ديال نصف ساعه وكنغسلوه، او كندهنوا به جلده شعرنا وشعرنا كنخليوه ساعه وكنغسلوه، وهكذا كنستافدوا من المزايا التجميليه ديال البقوله.